33 تريليون دولار هو حجم الديون على الحكومة الأمريكية. الشهر الماضي دفعت الحكومة الأمريكية فوائد وصلت وتجاوزت التريليون دولار. هذه الأرقام بدأت تخيف العديد من المستثمرين، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى الأوتلوك أو المتوقع من إصدارات جديدة من الحكومة الأمريكية مع ارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية ليصل ل8% من حجم الاقتصاد، وهذا يعني المزيد من إصدارات الديون خلال الفترة المقبلة. هذا هو الارتفاع الكبير الذي شهدناه في إصدارات الديون في العام المالي 2024. الحكومة الأمريكية تحدثت بأنه في الثلاثة أشهر حتى نهاية أكتوبر تم طرح تريليون دولار إضافية من السندات. التقديرات هي بأن نسجل أرقام قياسية ليس فقط في حجم الديون ولكن أيضا في فوائد هذه الديون، وخصوصا مع الارتفاعات التي شهدناها بالنسبة لمعدلات الفائدة خلال الفترة الماضية. عندما ننظر إلى منحنى العائد الأمريكي، منحنى سندات العائد الأمريكي، نلاحظ بأنه العوائد كانت على ارتفاع. هذا الارتفاع لا يتعلق كان فقط بما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، ولكن يتعلق أيضا بأن المستثمر يسعر هذه الإصدارات الجديدة المتوقعة والتي كان قد شهدناها خلال الفترة الماضية. التوقعات الآن تشير إلى أن صافي الاقتراض الأمريكي سيشكل تقريبا 7% من الجي دي بي الأمريكي خلال الخمس سنوات القادمة. إذا نظرنا إلى مستوى العجز عند 8% وقارناه مع المتوسط بالفترة ما بين 1973 و2022 عندما كان فقط 3.6%، نفهم حجم المشكلة التي تقع على عاتق الحكومة الأمريكية. طبعا هذا الارتفاعات التي شهدناها تطرح اليوم السؤال، من يشتري هذه السندات الأمريكية؟ تاريخيا كان هناك اعتماد على الفيدرالي، على الحكومة الصينية وأيضا على الحكومة اليابانية، ولكن اليوم تغير الوضع. الحكومة الصينية عمليا قلصت من حجم مشترياتها من السندات الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة اليابانية. اليوم الأسر الأمريكية والهيتش فاندز تملك تقريبا 7% من إصدارات السندات الأمريكية، وطبعا كلما كان لدينا عجز أكبر في الموازنة كلما كان هناك ضغط أكبر على إصدارات المزيد من الديون، وبالتالي هذا ما سيزيد من ارتفاعات العوائد الأمريكية.